بيتصرف مثل الوحش وقت يفوت حدا على غرفته؟ يعني على فرض هجم عليكي وضربك، مين بيدفع لعلاجك؟ إذا المحترم زوجك تركك هون وراح؟ لهالسبب أنت لساتك قاعدة بهالبيت، وإلا أنت عبء كبير. هذا بيعني إنه ريشاب ما رجع عالبيت من أول مرة طلع فيها، ولا حتى رجع بعدين بعد ما قطع علاقته بشيرلين. شو عم بيصير بهذا البيت؟ ابني ماهيش ما عم يتصرف بشكل مزبوط، هو فقد عقله على الآخر. هو عمل شغلة منيحة كتير قبل ما يفقد عقله، وقع لي وكالة بالشغل وعطاني سلطة كاملة بكل شي لحالي، وبفضلي أنا الشغل لهلأ ماشي وأنتو كلكن عايشين. بس هلأ شوفي ستي شو صار؟ ما في شيء. ليش عم تبكي؟ شو متوقع تحتفل يعني؟ ابني اللي كان كل حياته فقد عقله وصار وحش، كرمال هيك هي عم تبكي. انتبه لكلامك منيح، فهمت؟ سمعتني شو قلت؟ أبوك خلص فقد عقله نهائياً، عم يتصرف مثل الوحش، بيهجم على الكل وبيأذيهم. هاي الحقيقة؟ زعجتك الحقيقة يعني؟ هاي اصحك تحكي أي كلمة تانية عن أبي. شو؟ شو بتعمل؟ قلي. ما عم صدق أبداً. شو أنت؟ ما تربيت يعني؟ يمكن نسيت إنك ما بتملك شي أبداً، أنت مجرد موظف وخادم عندي هلأ. أنا المسؤول هلأ عن الشغل، وأنا اللي بقرر مين رح يضل موظف ومين بيتقلع، والسلطة صارت بإيدي أنا. المفروض تحكي معي باحترام أحسن ما ألعك فوراً. وأنا بعرف منيح قديش الشغل مهم بالنسبة لإلك، بدك تتقرب مني وتضل عم تراقبني. لهيك إذا أنت بتتواقح أو بتغلط معي مرة تانية، وقتها عن جد رح أعصب، وإذا عصبت بقلعك، مو بس من هذا البيت، رح قلعك من الشركة كمان. عم تفهم شو عم بحكي؟ جريش نعم أستاذ. كل يوم بتطعمي كاران لوز، ما بدي ينسى أو يروح من باله إنه أنا المسؤول هون. شايف هالبيت والشركات كلها قلنا نحن ملكنا، فهمت؟ وفي شغلة كمان، لو أخي الكبير هلأ هون كنت عملت فيه مثل ما عم بعمل فيك هلا. اي طهران شو عم تعمل انت؟ شو قلت؟ لا تحكي هيك، وقتها ما رح سامحك ابدا، فهمت؟ اذا ابوك رح يصير له شيء انت بتاخذ نص الورثه، واخوك له النص الثاني، يعني الكم اثنيناتكم. بس أنا ما أجيت لحتى تأخذوا الثروة، جيت لحتى أنا أخذ كل شيء. لك يا رب لو سمحت. اهدى خلاص ابني، اهدى شوي، اهدى شو بدك فيه، خلاص اهدى.
خلص اسكت مشان أكلنا. خلص بعرف منيح انك انت بتحب ابوك كتير وبدك ياه يضل عايش، وانا بدي هيك، لانه طول ما ابوك عايش انا رح اقدر اتحكم فيكم. كارل اهدى شوي لو سمحت. طول بالك، طول بالك كارل، اهدى شوي يا روحي، اهدى. تعال معي، يلا خدوه من هون وفهموه انه لا يتجاوز حدوده معي، والا كلكم رح تتعذبوا. لبرا. معصبة؟ شو نسيتي؟ إنه أنا زوجك؟ من زمان كنت تحبيني من كل قلبك، بس هلأ لا؟ أنت خسرتيني باليوم اللي تعاونتي فيه مع بريتا ووقفتي ضدي وخدعتيني كمان، وبحياتي ما رح أنسى خيانتك. أنا كم مرة فهمتك إنه لازم تضل هادي، لا تجادل بريد فيه ولا تعيط عليه ابني، لأنه ما رح تستفيد شي أبداً.